هاي حلوين، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ يا رب تكونوا كتير منيح، اشتقت لكم قد الدنيا. بما انه عجبكم كتير الفلوج تبعي انا وولاء لما رحنا صرنا هيك نتمشى بين الجبال وعملنا هايكينج، اليوم انا طالعه مع صاحباتي على مكان هون اسمه حتى. فهذا المكان هيك بيكون عباره عن، هو كمان منطقه جبليه بس فيها هيك اماكن للالعاب وكذا. المهم هذا المكان صراحه انا نفسي اروحه من نقول تقريبا سنتين ولا يمكن 3 سنين، بس لانه انا بكره اسوق، وكنا دائما 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 انا وصاحباتي كل ما مثلا نيجي نخطط بدنا نروح شيء يخرب، اوكي؟ فما رحنا. وطبعا هو بس بيفتح بالشتاء، لانه زي ما انتم عارفين هون بالامارات الجو بالصيف بيكون حار، فصعب انه نحن نروح على هيك اماكن بالصيف. فواخيرا واخيرا زبطناها، وهلا انا طالعه مع صاحباتي عليه، فقلت يلا خليني اخذكم معي هيك نسوي فلوج على السريع. طلبت انا فطاير لانه لساتنا نحن ما افطرنا، يعني ولا حدا فينا افطر، فقلنا هيك ناخذهم ونتسلى بالطريق. وبس يعني هلا قاعده عم بستناهم، المفروض انه انا خلص صاحباتي يعني شوي هيك 10 دقائق ويجوا. فيلا تعالوا معي، ان شاء الله ان شاء الله رح ننبسط اليوم. يلا تعالوا معي. هاي مرحبا، شو اخباركم؟ انا لمياء، اكيد بتعرفوني بتتذكروني. اكيد بتتذكروني طبعا، صاحبتي المشاكل. رايحين على حتى وادي هاب اسم المكان، وهو فيه فعاليات وفيه العاب كتير حلوة. طبعا انا كنت اقنعهم انه نبات، بس في بعض الناس ما كان بدهم انه نحن نبات. ايوه نبات لي. ليه ما نبات نسوي باربيكيو، نسوي فعاليات في الليل وبعدين ننام؟ باربيكيو عشان ناكل حاجات. مش مستحيل. لا كان حلف علي، شفتي؟ لسه من شوية مخبطني واحد. هلا سويت حادث. واحد خبطني يا ريوس. مش جبت واحنا رايحين الهايك 12 سندوتش؟ وريهم انت جايبة. جايبة تقريبا ما شاء الله 30 ل 40 منقوشة في الرنج ده. حجم عائلي. مجانين، اقسم بالله احنا مجانين. اسمعي، في جبنة وعسل وفي جبنة وزيتون. لا جبنة وعسل في الاخر. جبنة لا جبنة نحلي في جبنة. جبنة عكاوي منيحة منيحة. شهد خلي الكلينكس مكانه مرتب، ما تشيليه من مكانه. ولا تسوي الزبالة، آخر مرة شفتك سويتي زبالة. زبالة. شو رأيك؟ والله ما نقيشهم بالجنة، أحسن من تقوليني ما نقيش كذا ولا كذا. هات لي نفس لامية. شهد مولا قلت لك أعطيني كليكس؟ لا لا. ما بتاكليش زيي. بحسها ناشفة ما فيها جبنة كثير. والحاشين هاي لامية جبنة، أنت عشان بتموتي بالجبنة. استنى تبعت ولا غير تبعتي. دي بيتزا. بدي ما أعطيني بيتزا. حنبتدي نقرف بعض بالطبخ. طبعا مش البيفيه. اسمعوا، في لحمه. انت ما بتحبي اللحمه انت؟ بدي دجاج. وفي قشقوان وفي زعتر. سوري على منظر الكب، بس مكب الكوفي لما هذاك دعمني، حسبي الله ونعم الوكيل. انا اللي اكتشفت الدعمه. اجت في الحديد ولا فيكي؟ عشان انا عمي وما بشوف، لما دعمني ما شفت الدعمه. السيارة بيضة وما بيبين فيها شيء. ما في كرافتو دجاج؟ لا للأسف ما قلتليش عن الدجاج. عادي ما فيش، ما بحبش الدجاج فما شفتوش. دي جايبة ليها بقى، دي جايبة الأكل ليها، دي مجنونة. الجبنة زاكية واللحمة كتير زاكية. نجيب الجبنة. جبنة زاكية اللحمة؟ لا أنا أصلا بطلب من عندهم فطيرة جبنة ولحم وعكاوي دايما. هتموت من كتر الأجبان يا ماما، الكوليسترول. وبقول له سوي جبنة لحم سبيشل، كثر جبن. طبعا هو مغربي، ما تقلقيش اوكي. وخ اختي، وخ اختي، بنت بلادي نطلع فيك. خليه الاضاءة حلوة. كنت عارفة انك حتقولي هيك، عادة تنحرقي في الشمس. شو بدها شهد عيوني يا ماما، ولا صحة وهنا يا مامي. يا دوبك 35 سنة هيكفونا. قلت لك شيت لميا وقعت، وقعت خبصة وايدي اتحشرت. ولا خبزة والله حتى ما فيها جبنة. شو كمان في اشياء تتاكل؟ كلي بيتزا حلوه. ولا اقول لك خلينا البيتزا، ما فيش الا واحده بيتزا ولا لميا. لا خلينا البيتزا، لميا مش هتتاكل. مش هتتاكل انت، انانيه اقسم بالله. ما درست شيء اسمه ايثار المسلم. يو لسه واصلين هون بس. عادي الطريق حيمشي هيك. احنا قلنا حنوصل 2:30 المفروض. احنا حنوصل 3 و6 كمان. يعني انت تشعلوا في الالعاب كده. الالعاب عشان تسكر اربعه. ايه ده؟ اربعه؟ لا مو اربعه، بتسكر 6. شايفين العنصريه والتنمر والقرف؟ شايفين صاحباتي الطفوله اللي زي خواتي؟ صح. ما تنمرت عليكي يعني، ما بحبك. المشكله انه انا والله مش لادغه، انتوا اللي طرش. هي عندها حفوة. هو مرات الشهد لما تقول راء انتوا ركزوا عليها، ما بتقول راء نفس الناس الطبيعيين، لان هي مش طبيعيه. راء هي المفروض تبقى واء. بتقول ياء. لا ما بقول ياء، انا بقول راء. قولي ريا وسكينه. ريا وسكينه.
لا شدتي عليه انا كذاب انا سبيه سبيه بسذاب. قولي روما في جنب بريطانيا. روما عارفه اللي قصدها لقيت لك المسها يا فاطمه بتقول الله يرحمها. شرشبيل. قولي شرشبيل. قولي شرشبيل. امر امير الامراء بحفر بئر في الصحراء. في الصحراء والله الرق تبعتي حلوه. انت بدي عشان هعطس. بسرعه 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 بسرعه. روح تروح روح تروح. شوية فلفل ماشي. عجودة العاب بتسكر أربعة؟ أي بقى مش أي بقى ستة. ستة ستة ونص. ليش تفتي إذا؟ حتى يمكن سبعة أنا مش عارفة. ولا قلت أربعة بعدين هي صلحت لي قالت لي ستة. يبقى ما قلتيش ستة من الأول. خلاص قلت أربعة وهي قالت ستة. أوكي سوري إسمي سوري. مش هقول سوري. بلا. ما عملتش حاجة غلط. شو عملتي؟ أوكي بنات سبقنا طريق طويل فأول ما نوصل رح نجيكم. يلا باي باي. باي باي. وهي وصلنا فيزت حتى ياي واخيرا وهي المكان اسمه حتى وادي هاب. يلا يا لميا تفضلي تفضلي خشي برجلك اليمين. وهينا وصلنا يا بنات على حتى وهيهم البنات هي ولاء وهي لميا. تعالوا خليني افرجكم المكان. وهي المكان يا بنات خلينا ننطلق عاد. خلينا نروح هي الالعاب من الفوق لفوق. ماي جاد الزيب لاين. بدها تفرجينا فيديو للزيب لاين. اتس جاست سكند. اه بس 30 ثانية هيك. اها 6 to 7 minutes. يما بس والله انا قاعدة بسويها. لو رح تسويها معي بسويها. بحظك عارف حيعلق الحبل. لا لا ما حيعلق. مش كيف انا خططت اليوم. ولا حتسويها؟ عيب عليك. ولميا حتسويها؟ لا تعليكي هيك. احنا اثنين اخترنا الالعاب وهلا جايين ندفع. انا 3 تيكتس ب 3 جيمز. زيب لاين نتورك اتس ريتن هير. When we finish we can remove it right. ما شاء الله اساور. يما يا جماعه حجزنا زبلاين حجزنا زبلاين. انا مش قادره اتخيل. يما 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 يا بعدنا عندنا فوبيا من المرتفعات احنا الثلاثه. مش عارفه كيف راح اسويها. او ماي جاد. فرجيكم الاوتفيت. شفتي جميله جميله بنت جميله. اوكي رايحين على الزبلاين. اول شيء قلنا خلينا نروح نخلص منه عشان هو اصعب شيء. يا ما ان شاء الله خير يا رب. كسب بما انه نحن اوريدي دافعين هاي اللعبه فقالوا لنا انه نبلش فيها بعدين نطلع على الزيب لاين. فيلا نبلش. Are you guys ready? Yes. Yeah. Okay. Yeah, yeah, we can go one after the other, okay? All right. Two of thank you can stay here and wait for her to exit to the next platform, okay? Okay. Right. هي فكره ان احنا كلنا مع بعض. يلا شاهد جو شاهد شاهد جو. برافو 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 برافو. جو جو جو. ولا 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 ولا. اوكي هلا لميا. اه اوكي step on it up. Very good. That's amazing. Okay. Go لميا go لميا go لميا go go go. على فكرة يبين الموضوع سهل بس والله مش سهل. تحسوا انه رح توقعوا هيك. More passion. More passion. يلا باقي واحدة. لولو يا لولو. لولو يا لولو. غرزت. ايو 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 احب فيك الموتيفيشن. ما هي لازم تهتز. انت اصلا شوفي شاهد شوفي تحت. يخرب بيتي. ليش لفتي نظري. شوفوا نحن على ارتفاع كم يا ماما. يا الارتفاع فظيع. لولو يا لولو. لولو يا لولو. لا 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 خطوه. مشكلت ولا لما تتحمس خيري الحمد لله. شوفوا هاي يعني هاي بدكم
تعصروا نفسكم عشان تدخلوا بس من هون، عندكم بس المساحة. إسا I think بدك تروحي زيكزاج يعني. ولي والله ما كنت أعرف، ما هو ما عندي خيار ثاني. يا ماما على فكرة عم بتصير أصعب. راح استشوار استشوار إيه قد عنده؟ يا شو لمي عم تتخبط. يعني ارجع ولا تجربوها. لمي عادة بتعاني على فكرة. يا ماما أنا كيف انكسر 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 اطفالها اول اصابه صراحه ما سوى خير عنجد. مش انا كيف حامل هيك بطاقيتي هاي ولا زعلت على اطفالها خلاص خلاص انا كذا ولا اليوم اتقفل. يا عنيده عنيده صعبه جدا يا جماعه صعبه. بتنحشروا هنا في النص. انا في المواقف تجيني هستيريا الضحك صراحه. وصلت يوه حتوصل بعد سنه. احب احكي لكم انه شهد غرزت. يوه انت لسه هناك. يا خساره الاوتفيت لابسه ابيض كمان. شوفي شوفي هاي شوفي هاي شوفي هاي شوفوا هاي منك لله. شوفوا هاي الحمد لله اني اصلا عشان تعرف فايده القصر القصر. هلا دور ولا بعد سنتين حنشوفها ان شاء الله. هي لسه ما شافت هاي. شوف الولد عادي يعني شوفه الولد عايش حياته. يلا يا لولو يلا يا لولو. يلا يا ولا خلاص خلصت كلمات التشجيع. خلصنا ولسه يا المغرب حيقدم وانت لسه ما وصلتي. على فكره انا سريعه جدا. واضح ولا كل ما توقفي كل ما تتهزهز. هاي ولا بدي اياك تشوفي هاي. انا بقى انا دخلوني يلا تفضلي. يا جماعه ما تهزروش. شنو ما تهزروش؟ مالك؟ هنعمل كده فعلا؟ ولا؟ ولا أنا خلاص جاية. لا لا لمية لمية. مشكلة ما بصير شخصين يكونوا. لمية يا شهد لمية يا حي. روح روح يا ولا جو جو. هيك أنت بتكوني آخر واحدة. يا لمية. طيب وشو كمان؟ شو رأيك في الموضوع؟ ما له أي داعي. بس تعب على الفاضي. اه والله اختبار للياقتنا. يا ماما المشكلة احنا علقنا هون، يعني احنا ما بنقدر لو بدنا نرجع ما في. خلص خليني أروح بدون ما هي تعرف. لا. شهد شي هاي. جاهزة؟ وبعديها على الزيب لاين. ايوه يمين يسار يسار يمين عطيه وانتو. اوكي يلا هلا عاد على الزيب لاين. على فكره نحن كمان بنسوي هايكينج في الجبال. يعتبر مالك تروح توقعي. كنت حوقع ولا دايما مستعجله. دايما هيك حيقفل. شوفي عن جد احنا مقصره بعد الزيب لاين. لا الزيب لاين قالت لحد الساعه 6 تقريبا او لحد الساعه هي لحد الساعة 6. هم اصلا بينزلوا من جنب الاكواخ. خلصنا من اول لعبة فيها وحاسة انه ما لامها داعي صراحة. كسرت لي كسرت لي دفرين. الحمد لله انا طلعت منها سليمة. اتمنى عاد انه احنا نطلع سلماء او سليمين من الالعاب الجاية. هناك الزبلاين خليني افرجيكم. رعب انا مش عارفة كيف رح نسويها مش عارفة. شايفين؟ هذا هو الحبل. يما 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 هو هناك. يلا من هون من هون. بدك ياني اروح معاكي هايكينج؟ لا والله ماني رايحه. بنتي والله العظيم حلو. لا حبيبتي احنا الهايك الجاي المفروض بفجيره متحمسه عليه. يس. يو حسبي الله فيكم طلع كل طلع مشينا كله غلط. مامي هاير. يلا من هون تعالوا الغرامه. بكلاين. حسبي الله طلعوا هناك واحنا فاكرينهم هون. عشان اللي بيمشي ورا ولا اللي بيمشي ورا ولا
نتسلق وانا ممكن في اي وقت اوقع. حرام الرجال كان بينادي علينا من سنة واحنا مش سامعين. اوه في حشرات. استني استني خرزت. يما يما يما. كيف يعني امشي بسرعة؟ شو احساسك يا شهد وانت اول مره ممكن تجربي زيبلاين ممكن يعلق فيك في نص الجبل؟ على فكره لا اله الا الله ولا طبعا خبرتها تقاطع الناس اثناء التكلم. اكيد انتوا لاحظتوا هذا الشيء من الفيديو تبع الهايكنج. ولا الفتاه خلتنا نتسلق المكان الغلط، طلعنا في يعني هو مخصصين مكان للتسلق عشان تطلعوا للمكان لمياء. هذا لمياء ليه صوتك تغير؟ في فيروس شكلك حدا من تأثير الخوف. عايزة ايه؟ شكلي هركب مع الأجنبي. عطينا خطة سكين كير. أنا كمري رباني وانتي يو نو اوف كورس. انت عارفة هاي تسويها مرة واحدة بحياتك وبس خلاص دان. كيف يعني دان؟ انتي بعديها على فكرة أحب أذكرك، تتذكر لما نصبتي علي مرة أوكي وقال لي أنا فيني زهايمر وبنسى، ركبنا لعبة وطلعت كتير بتخوف وأنا شاهد كنت ماسكتها من هون كنت خانقتني وأنا خلاص عارفين نفسي بينقطع. المهم حلفت أني ما أركبها السنة الجاية اللي يعني اللي بعدها لما رحنا بتحل وشاهد بتقول لي لا مو هي هي اللعبة اللي ركبناها، قلت لها أكيد يا شاهد، قالت لي آه أكيد لما حطوا الحديدة علي تقول لي لم يا أنا آسفة بس هي هي نفس اللعبة. فكرة أنا وأنا كنت صغيرة ما كنت أخاف من المرتفعات، أنا كنت مجنونة. شهد كانت بالمول ببعد عن السور، فهلأ أنا لكم أن تتخيلوا شعوري وأنا رايحة أرمي حالي. مشكلة ماما قعدت تقول لي الله يوفقك الله يرضى عليكي ما تركب الزبلان. على فكرة على فكرة ماما أتمنى ماما ما تشوف الفيديو لأن لما إجت آخر مرة معانا ما خلتنا نركبه. نتوقف هنا وأنا نليكم في نليكم بعد وأنا بلبس الهاي ستوب. أوكي هلأ رح ألبس. يا ماما يا ماما It's okay, you can do it. You can do it. يلا let's go. بسم الله يا ربي بسم الله بسم الله. I start to record, okay? Yeah. يا ماما يا ماما بسم الله. Yeah. Hi Lamia. Sit. And lift your legs. Take your legs. Take your legs. Yeah. Ready? Yeah. Ready guys, ready. Excuse me? Excuse me? Like this or like this? What? Like this or like this? However you want, you can. Okay. You mom. Yeah, I have to shoot my gloves. Hi, you guys. Hi, Lamia. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم جد أنا لا إله إلا الله. Ready. Wait. Ready. 3, 2, 1. Maestro. يا ماما. I want to run. يلا. 3, 2, 1. بسم الله. ولا شو صار معاكي بالزيب لاين دلوقتي اول ما نزلت؟ مش انت بتقفوا على صناديق كده؟ انا ما جتش عند الصندوق، انا وقفت على الحرب والبتاع مش عايزه تيجي عند الصندوق، راح مسكني كده تمزحي وانا انا ارمي الفون يقول لي دونت وري هموت الله يخرب بيتك. قال لي ما تخافيش تخافيش، فضلت اعمل كده مع الرعب طبعا لانه ولاء نزلت قبلينا، لانه هو 2-2 فولاء نزلت قبلينا مع واحده وبعديها نحن، فولاء حرام علقت بالنص. اوكي هلا بدنا نركب خيل، هنركب على الخيول مع اني ما بحب الخيول بس عشان لميه لما كتير بتحب الخيول طبعا. يلا تعالي ولاء غيرت لبسها لبسها صار بجنن. ولاء فرجيها
بيجينا نلبسها. الشمس قاعدة عم بتغيب، شوفوا كيف من ورا. And here we are. هاي الخيول، مفروض ان هم زي خيول صغيرة يعني، بس هيك للمشي، فاهمين؟ هدول هم ريحة الخيول بشعة كتير. This one ما في معلوم. كالم داي خيل اولد خيل بدايا يعطينا خيل ميت عشان ما بنعرف بجنرز. طبعا ولاء اللي يشوفها يقول عنها شو خيالة، بس هي اصلا ما بتعرف ولا شيء، بس هيك فور ذا بيكتشر. بس شكي فيها في البداية، انا هي دي اللي بتعرف، ما اعرفش بدي لابسه في العربية. ولاء اعطيني الهلمت تبعي، ما انت حاطة حجاب. حلوة دي، خلاص انا لبست واخذت قوقصت فيها. طب انا لازم البس واحدة؟ لازم تلبسي هلمت. ليه؟ عشان السيفتي. طب انا يعني على اساس الحريه فرغلي لما وقعت ما كانتش لابسه هلمت. وقعت ايدي، يمكن انت حظك توقع على راسك مثلا. وبعدين تشاؤم ليه؟ شوفي كده تشاؤم وعلق فيها زفلون في النص، ليه تتشاؤمي؟ قولي بسم الله. المفروض هيك؟ ايوه، عشان مليون حدا استخدم. يا عالم يا شوفي كيف مستعمله ومع، ما عشان هيك بتحطي هاي فوق راسك. ويه شوفي عادي رمله يا شهد، احنا في الصحراء. شفتي ليش قلت لولا تعطيني الهلمت تبعها؟ Are you ready؟ I'm ready. ولا انت اي مرحله في ركوب الخيل؟ تحت الصفر. لا يغركمش المظاهر خداعه. يا جماعه افتحها. انا قلت استر عليك وفضحت نفسك. اوه رح نركب عاد بخيل، بس انا مش عاجبني هذول الخيل، بدي خيل من جوا. ايوه انا ما في معلوم، بس لسه انا في هذا خيل حلو. انا هذا خيل مال انا. شو ما احلى. واي حبيبي، شوفوا شو حلو. من هون؟ بس احنا داخلين على الخيول، داخلين على الارينا. تعالوا افرجيكم الخيل تبعي. طبعا تبعي هذا. ولا انا عم تصور طبعا جنب خيلي، لانه خيلي احلى واحد فيهم. شو اسمه هذا الخيل؟ ريم. هذا انت؟ كثير بحب اسم ريم اصلا. انا يا ريت ذكر، انا ما يحب انثى نفسيه. ليش مالها الانثى يا لميا؟ نفسيه الصراحه. طلع هالخيل للميا، شد زياده معلوم لميا، انا ما في معلوم. حسبي الله. واي حياتي ريم. معلش ان شاء الله نكست تايم انا واكون زياده معلوم وبركبك. هذا خيل ما في كريزي. عادي. يلا يا لميا، يلا خيالتنا، يلا مهره. يلا هلا ولاء بدها تركب. انا فكرتها معلوم زياده. لا انا معلش السيفتي فيرست. جاهزه؟ يلا. عاش والله صاحبه الخيول هي. حلو. لوين رايحين لميا؟ رايحين على الجبال. قديش ساعه ولا نص ساعه؟ مش عارفه كيفكم، بس هناك على فكرة it's worth it والله. الجو يعني المنطقة حلوة. شو شو رأيك في الأجواء؟ والله جميلة. ولا كيف كان؟ ولا كانت بتموت رعب من الخيول. جدا حلو. شفتي؟ خليه بطيء يا ولا، خليه هو بيلحقنا. ولا say hi. لا مو سي هاي. هاي المنظر قدامنا بجنن، استفرجكم اياه. جميل. شوفوا ولا لا راكب الخيل الابيض ليا على الاوتفيت. وانا ولميا البني، البوني بس تبع لميا بنت. متعلم اكثر. وتبع لميا بنت وانا تبعي رجال اسمه سهام. لميا تبعتها اسمها ريم. الشمس قاعده عم بتغيب، خلاص السانست. احنا هلا رايحين على مكان هيك في بحيره تقريبا مده ساعه، في بحيره. المهم المكان كثير حلو. طبعا لما نطلع على الصعده بنرجع ظهرنا لورا. هيك. ما بعرف صراحه لو راح يكون اصلا في ضوء انه تشوفوا المكان ولا لا، بس يعني هحاول اصور لكم اياه. شوفوا وصلنا للمكان، وهي هي زي عباره عن ليكس او بحيرات. احنا سامعين صوت وز في الموضوع، بس احنا لسه مش متاكدين،
بس انه المكان شكله كتير حلو. عاد انا عارفه انه الدنيا ليل ومش كتير مبين عليكم، بس انه شوفوا بجنن. تعال تعال اوعى تروح سهام، والله كف. ايوه صورنا صوره. يلا صور الصوره. اوكي هو شويه نزل ما في يمسك وي. شاهد انت شدت، هو قال لي اشد عليه. يا يا فافي فيزان يا هو كان صوره منيله بنيله، ما بديش اتصور. يا جماعه اكتشفنا انه خيل ولاء حامل 7 شهور ان شاء الله. طبعا ولاء شو بتقول له؟ بتقول له يعني بقي له شهرين. قال له شو شهرين؟ مش انسان هاي 12 شهر لخيول طلعت بتحمل 12 شهر. والله العظيم طول ما انا على الخيل وانا بتذكر حوريه فرغلي حبيبتي الله يشفيها يا رب. هي فعلا وقعت من الخيل؟ هي كانت فارسه اصلا. بسم الله في خشب في شجر. اول مره اشوفه كيف بطن خيل ولاء. ما هي حامل. مركبني حامل ليه؟ هو ما حامل. انا مش فاهم الناس دي. يعني مركبين شاهد خيل مجنون ومركبين انا حامل. ومركبين لميا خيل بروفيشنال. ما فيش خيل عادي. وهي وصلنا على الاسطبل وخلصنا الساعه. وكانت تجربة ممتعة جدا بصراحة. يا ريت يا ريت يا ريت لو كان الصبح، يا ريت كنا فرجيناكم المناظر. هاي المجنونة تبعت السهام، مجنونة يا بنات مجنونة. تخيلوا بنص الطريق صارت تنجن وصارت تمشي لحالها، صارت ما بدها توقف. ويعني مش فاهمة، مجنونة مجنونة. حتى لا تبعي ولد اصلا، تبع الوحيد اللي ولد هذا السهام، اما تبعهم بنات. تبعت ولاء حامل مش قادرة تمشي ولاء طبعا، وتبعت لميا بنت عادي. خلصنا من ركوب الخيل. حوزت حاجة كده في منتهى الشياكة. حبيتي ولا لا؟ حلو بس مش قادرة. ممكن تسوي مرة تانية ولا لا؟ ان شاء الله بإذن الله، بس الصبح عشان بالليل كان خطر جدا. انا صراحة يعني انتوا عارفين رأيي بالخيل، يعني صراحة ما كتير بحبه. ما ايه؟ ما كتير بحبه حبيبتي قلبي. وهلأ بقى لنا آخر لعبة اللي هي شو؟ الأسهم. وبعديها شو راح نسوي؟ بعدين حنروح ناكل. بس شو رايك ناخذ كوفي هلا؟ يلا في لوكال. في لوكال. يلا انا نايمه بس ساعتين. ليش؟ ساعه بالاحلام وساعه بدون احلام. لميا دائما هيك نومها اقل انسانه بتنام بالوجود على فكره، ودائما نومها متلخبط دائما. هينا جايين ناخذ كوفي بس على السريع عشان بلشنا نفطر. اوكي غيرت رايي صراحه، ما راح اجيب كوفي، راح اجيب فريش جوس من مكان هون. قالوا لي انه في مكان هون بيعمل فريش جوسز بيعصروا قدامكم. تعالي. ما بدي عصير بطيخ. اشربي معي عصير بطيخ؟ اه بشرب بطيخ، بحب اكله. انت بدك اي عصير ثاني؟ لا احسن برضه. Can I have one water melon juice؟ اوكي without sugar. Thank you so much. هاي العصير بجنن، بارد هيك وفريش. كتير لذيذ. ولا دقيق قعدنا هون شوي، لمي قاعدة عم بتنام طبعا لأنه تعبت ومش نايمة منيح. مالك؟ دخلت أحلام اليقظة. شفت هلا اثنين زاكيا الكيكة لسه ما دقتها. طيب خلينا نشوف أي شي فيه تشيز بيكون لذيذ. لذيذ. لذيذة؟ لذيذة. مستعدين لأسهم؟ عم نستنى اللعبة وبلشنا لنا. احنا لازم نتبارز، قصدي لازم نتحدى بعض. اوكي كل واحدة توقف صف ونشوف مين اللي حتجيب نقاط. ديل. خلاص انا بدي انام وبنفس الوقت بدنا ناكل جوعانين بنفس الوقت. طورنا هيسنا خلاص خلاص وصل دورنا. بدها تحمي ايدي اليسرى يعني هيك ولا هيك حطيري الاسهم كلها فوق. هنشوف. ولاء بلشت اول شيء. ولاء راح تبلش. الله عليك يا بنتي، الله عليك. يلا يا لولو، يلا يا لولو. ولا اسحب 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 اسحبي. شطورة 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 على الاحمر. ايوه
عاشت لو، عاشت لو. من اول محاولة. اجا على الازرق. شدي حيلك. ما تفشلناش. ساترة. سو كلوز. هلا دور لميا. فول ما. بعدين ريليز. الله عليك يا لميا. نايس. انا افشل واحدة فيهم. افشل واحدة. لا ما تقولي هيك، انتي قمر. لا عادي افشل. اوكي وهيك خلصنا اخر جيم لليوم. طبعا شو ولا اجت قعدت جنبي ورا لانه متذكرين الحادث اللي قلنا لكم عنه بدايه الفيديو. فالبابا بفتحش لازم اركب من عند السواق، فانا متبهدله قلت لها في الرجعه بركب من عند السواق. لازم يعني تطلع تدخل من باب لميا وتنط جمرات. والنبي احنا كنا في حته، احنا كنا في الجنه. شفتي عسل ملاك نازل. ملاك نازل من السما. لميا كم باقي لنا دراول؟ كم باقي لنا على الريستوران؟ شوفوا مين حيرجعكم البيت. والنبي قمر ايه ده؟ شفتي شفتي جوبي جوبي يا اختي يا ملا. ولا دار فليش. الرموش الرموش اسهم قوي. اللهم صل على النبي. واجينا على المطعم وهذا هو المطعم اسمه الحجرين. هو المشهور اصلا. الحجرين ولا بين الحجرين؟ قرية الحجرين اسمه قرية الحجرين. متحمسة اكل، جوعانة جوعانة. وصراحة كتير مدحولي باكله هون البنات، هم جايين من قبل على حتى بس انا لا، مدحولي باكله فانا كتير متحمسة عليه. For me water. For you ma'am still water? Yeah still water. Yeah. Small and cold please. Thank you. وصلنا على المطعم. بس هي لمية بقى. لميا خلاص تطلعت المشكلة هي اللي حتسوق فينا ف... أول دفعة من الأكل وصلت، سلطة الكينوا لميا ونحن متبل وحمص. الآن بعشق شيء اسمه متبل، كتير بحب المتبل أكثر من الحمص أكثر من كل شيء. بقولك كأنه روب. مو حلو عادي كأنه في لبنة. آه. الحمص كتير زاكن. الخبز بارد. هلا فرجيكم الاكل. هذا البرياني لحم تبعي، برياني دجاج باتر تشيكن. هذا اسمه نان. الخبز نان، هذا هندي، خبز هندي. كلمنتين مش اورنج. ايه كلمنتين يكون نفس الاورنج بس اصغر. يكون يستفندي. يستفندي شو بنسميه؟ مندرين. المهم يا بنات هيك بنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم، ان شاء الله يا رب تكونوا حبيتوه، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. لوي قاعده عم تبلع ما عشان تطلع بالفيديو. وبس والله ان شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد وبنحبكم كثير. يلا باي باي. Bye bye. Bye bye. Please subscribe, like, and share. Yes. Bye bye.